أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1770 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذه الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 28 من أغسطس 2019 وتنتهي في 27 من نوفمبر 2019. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الإذونات 2.90%، وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.272%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.10 مليار دينار. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.20% وأقفلت عند مستوى 1530 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1530.75 منخفضا عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.20% بدعم من ارتفاع غالبية المؤشرات. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت بتقدم نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا، حيث شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعا في نهاية التداولات. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته 0.58% وسط تقدم لقطاع العقارات بشكل رئيسي. أما سوق دبي المالي فقد تقدم بنسبة 0.49% مع صعود أغلب مؤشرات البورصة. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض نسبته 1.33% مع تراجع جميع مؤشرات البورصة العمانية. حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز 11 عالميا في الميزات التنافسية لأنشطة الأعمال، فيما تصدرت المركز الأول إقليميا، وذلك بدعم من المنظومة التنافسية التي وفرتها خلال الفترة الماضية للمستثمرين، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تحوز على 17 ميزة تنافسية، الأمر الذي جعلها الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وذلك بحسب ما وثقته العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة والتي باتت تصنف ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة ضمن قائمة الأكثر سهولة على مستوى العالم. قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أنه يجري حاليا الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدين بحقلي غاز أتول والقطمية بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار. وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم وضع البئرين على خارطة الإنتاج العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل أتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا. أوضحت وكالة فيتش أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان من B- إلى CCC، والذي يشير إلى مخاطر ائتمانية مرتفعة للغاية، يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان والمخاطر المتزايدة المحيطة بقدرة الحكومة على خدمة ديونها بحسب ما تراه الوكالة. وقالت الوكالة أن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على التمويل من المصرف المركزي، وهي بحاجة إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري. في هذا السياق أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الأزمة الحالية تتشكل منذ سنوات، لكن الجميع يساهم حاليا في معالجة أسبابها.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. تضرر الأسهم العالمية يصعد بالذهب لأعلى مستوى في 6 سنوات. وصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري ثنائي على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا في خطوة اعتبرها المراقبون فرزا أكبر لأمريكا، لأن المحفز الرئيسي بالنسبة لليابان كان ضمان عدم تنفيذ الولايات المتحدة تهديدات بفرض رسوم إضافية على صادراتها من السيارات. وفيما أن الولايات المتحدة ستقوم بإلغاء الرسوم على سلع صناعية يابانية عدة لم يشمل الاتفاق قطاع السيارات، ولم تحصل اليابان على تأكيدات بأن الرسوم الإضافية لن تفرض مستقبلا، لكنها نجحت في تأجيل أي تهديد أمريكي في هذا الشأن في الوقت الحالي على الأقل. وأوضح الرئيس الأمريكي أن اليابان وافقت على شراء فائض الإنتاج الأمريكي من الذرة والقمح، فيما أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن القطاع الخاص هو الذي سيقوم بمثل هذه المشتريات. أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن ميوتشن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية الطلب إلى الشركات الأمريكية بوقف تعاملاتها التجارية في الصين، ولكنه لم يفعل ذلك. وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لاري كادلو قدرة ترامب القانونية في أن يفرض على الشركات الأمريكية منع إقامة أنشطة تجارية مع الصين. وقال كادلو لشبكة CNN إن ما اقترحه ترامب على الشركات الأمريكية هو أولا أن عليهم التفكير في نقل عملياتهم وسلسلة إمداداتهم إلى خارج الصين، وثانيا إنهم يرغبون في عودتهم إلى الوطن. أما في الصين، قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين أن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف في الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من 6 سنوات مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبالي فرض الرسوم بين أمريكا والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة. وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية. كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأوقية.